قالت لنا وكندخل قالت حنا بيناتنا دائما كتعطيني تليفون كنعطيها التليفون كيفاش غنبدينا هاد القان مالا الشاشه فيها عافيه عاتق او عافيه العافيه باغا ندابز انايا بغيت ندابز انايا انا صافي طلع لي الدم انا ما عرفتش اش غيصير غتشرب انا وياك صافي راسك خواتاتي نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم غادي نزرب عليكم. المهم اخوتي اليوم غيكون مقلب خطير مقلب خطير في عتيق. انا ولوسين غنديروا راسنا مقاتلين غادي ندابزو غادي نرونوها. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله غيكون هذا المقلب هذا. شوفوا يديا مع كنداوي الجرحه الضو الاحمر. المهم انتوا معنا الروينه في الكوزينه غنستناو عتيق على ما يجي وغادي نديرو هاد المقلب هذا ناري الا لقيتو خدي القناه او الروين الروين اخوتي كنضحك معكم انتما معاه. المهم خوتي الله يحضر السلامه وصافي. حنا غنشوفو شكون عتيق شكون اللي غادي يجي منه واش انا ولا هي صافي. المهم انتما معانا تبغي تاخذ ليا القناه ها ولي كتصور تصاور سامي تصاور تصاور حتى لي تليفوني الله يرحم بها الوالدين سالك خصك تدخل على القناه صاحبتي يعني انت باغي ليا باغي ليا انت يا بغيتي تخضريني صافي تصاور داخله تصاور نشوف اجي نوريك قلت لك داخله القناه خدي القناه وين تخش القناه ولا لا تخشي القناه يعني هذه بغات تديها ليا غدي لك انت راك شويه مزنزان التليفون ما فهمت ساره تلفولك زامين سميتي ماشي ساره وراك بصح والله يديك صفري مولاك مش طراجي عجب لها مش طراجي وانا غندير لك اسامي القناه انا غندير لك القناه انا حسيت بك حسيت بك غادي لي خصك القناه شوفي انت ما ديرش القناه ديال راه خاويه صافي راه ما كاين والو ما كاينش والو قولي غندير لك القناه ما غاديش نريح انايا حتى تسمع عليا نتايا والله افطري هلا انا ما فهمتها صافي ما كاين حتى حاجه بغات تمشي خليها تمشي الباب وسع من كتافها وصافي جمعي راسك ما تمشيش عندك شي يلقى خويا انت عادي وصفر لك القناه انا ما صفر لك واش غير اجي وصفر القناه انت بطيس واش كتشد البسالة هادي كيفاش ما انت ما صفتش والله باش ما جيتي التعامل شوف التعامل كي داير لا باش جيتي منا وخليتيني على القناة انا يعني تنشوف كنتي كيفاش هضر ما معجبنيش الحال فاش تخدي القناة تاخدي القناة هاويلي استغفر الله العظيم ناخذ لك القناة السامية يلا شفت بدك تطلع بشوية بشوية نشوف الحسد في عباد الله لا حول ولا قوة انت محسوسة كاع على راسك عاطي اخا انا نوض انا وياك بان ليا والله انا وياك جيتي من اختك انا اللي جايه عندك الله يرحم لك تعاملاتك خليها تمشي انا بغيت نريح هذا انا نقول سامي عزيزه عليا اختي ما تبقاش تقسيناش انا اختي ما نقيسك سير طريحي زين والله يرحم لك نشرب نشرب انت خاطر انا عاد عرفتك انت فاش عرفتيني انت عاد عرفتك جيتي من هي وخليتيني انايا انا معاك ولكن ما كاينش معايا كيف انايا بحال هكا لا ما تيقاش ندير لك اخويا القناه انا بغيت نربي ما عرفت بغيت تكون فتوصل ندير لك القناه واختي كيفاش غنديها غنديرها خاطر دخلتي ليها دخلتي ليها تليفوني ما يقربني حتى حد انايا تليفوني انا دخلت كلشي باغا نشوف الفيديو شحال عليا انا دخلت تخلي العجب دخلت شي بنتي كتدخلي داك التخربيق صافي يلا صافي صافي يا عاد صافي صافي علاش خطرني على المخده ما ضربتش انا المخده علاش خطرني دابا انا مخده شوف انت باغا تجبدي المشاكل لا خويا ما تجبديش علاش كتبتي عمر لي ما نجي عندك ياك عاتق ياك عاتق فرحانه جاية جيتي مني حتى شويه صافي اختي انا ما جيتي مني حتى شويه لا صافي ما جيتي مني حتى شويه انا غنمشي في حالي انا غنمشي لا ما عرفتش انا
غنمشي دار مني صافي بعد مني انا غنمشي تبقى داك غنمشي دار عند ولادي وانت بقاي دار خوك انا غنمشي دار لا اختي انا جاي عند خوك ما جايش قلتي ما جايش في واحد مشي دار خوك واش عمري جا يا صافي انا عمري جريت عليك انايا عمري جريت صافي جلسي اختي ما عندك الحق انا غنمشي ليك على التليفون سير تريحي انا تسمعني هي بيتي تسمعني انا كاع صافي الله يحفظك وحيد عاتب جا شويه منا دور فيها هي ولكن بالحق انا بالي ما بغيتش من واحد الوحده ومخلعوا هاد الحرام على القناه ملي شافك جهلتي قال القناه هو لا القناه ما فيها لا اخو ولكن الحمد لله ما بغيتش قال قرش دابا هو انت حرتي عاتق جي من هنا ونجي من هنا دخلت دابا تعرف والله عاتق دخلت عليك بالله الا مشات لك القناه حيت كاين ولف الناس هاد السته ما تسطاش لا احنا كنبغيو الناس تبغينا واش نبغيو سامي تستا لا سامي انا حتى شفت الناس كيبغيو لان باش توصل قلوب الناس راه شي حاجه راه مستحيل مستحيل باش صعيب باش ان الناس شحال من قناه شي بلاش بلاش شحال من قناه جات بالك كانت طالعه واصله في الاخر ما كتبقاش طالعه
لا ما كتبقى كاسب الناس حيت دابا حنا كنعرفوا الناس كيدوا معنا في الواتساب تواصلوا معاهم ماشي ضروري ان خص تكون شي حاجه ولكن غير داك التعارف السلام كديرها لاباس كدير الوليدات فهذه بحد ذاتها راه عائله نتوما راه عائله ديالنا المهم خوتي درنا اللي داروا لي واحد المقلب تدخلوا عند ساره قال ديالك شويه ساره امين فاميلي المقلب دات لك انا عاتق من بعد ساره امين فاميلي مرحبا لي واحد المقلب عرفتي على الصبون ولكن بلاتي اخوتي اهم حاجه بغيت نقول لكم واحد الحاجه واه خصنا ضروري احنا ماشي هكدا راه كنبغيو نفرجوا كل شيء اهم حاجه اخوتي هذا ميساج الناس اللي كيبغيونا حيت انا عندي متتبعات ومتتبعين ديال سامي عاتق يلا الله يعطيكم السر سامي ما بقى لا 100k وكنتمنى من الله هذا الفيديو ان شاء الله هو اللي وصلها ل 100k باش تعاونونا بالبارطاج ولي لايك وكومونتير الناس اللي ما كديروش كومونتيرات ومتبعينا بزاف ديال الناس كنتواصلوا معاهم تيقولوا حنا كنحماقوا عليكم ولكن ما كنديروش كومونتير هذاك الكومونتير نتوما كتعاونونا نزلوا كتبوا كومونتير وبزاف ديال لي لايك والبارطاج باش نديروا لكم شي احتفال ديال 100k ان شاء الله غادي يبقى في التاريخ واقسم بالله وهذا وعد وكنحماقوا عليكم يا احلى متتبعين الله يخليكم لينا وبلاكم ما كاين والو ساره امين فاميلي يلا بسلامة عليكم ويلا الله يسهل عليكم ان شاء الله بغينا هذا الفيديو يوصل سامي ل 100k الله يسهل عليكم يا ربي قولي اليوم سامي انت كنتمنى بانكم عفاكم توصلوا لي يا رب عليكم وانا بارك الله فيكم بسلامة دابا دابا باش نسمع راك انت مختك نضربك براسي نايضة هاكا بغيت نضحك معاك تقول لي واحد تقول لي انت ما فيكش عنوته خسر في الانوثة انا كنبغي نضحك عاتق معصب عاتق ملي كتكوني كتصوري معاه فيديو كيخرجك على الموضوع ما كيبغيش يدوي ما تيبغيش ولكن تيبغيكم اقسم بالله العلي العظيم هادشي بلا ما تقول هادشي اللي كاين اخويا يلا كنا 100k كنا 100k 50k ان شاء الله انا عندي الناس ديال سامي مرحبا بكم في قناه ساره امين الناس اللي كيبغيونا راه كنحماقوا عليكم واللي ما كيبغيوناش واللي كيديروا شي كومونتير سلبي حتى نتوما كنحماقوا عليكم قفلوها 50 قفلوها 50 قفلوها 50 واش تعنيق على اختك واش تعنيق على اختك كنت قلتي شي تعنيق على اختك ولا اختي هذه هبطوا هبطوا تنعنقوا فيكم الله يسهل عليهم يا ربي والله شوف اخوتي الله يجعل ربي يسهل عليهم حقاش واخا تشوفوا بعض المرات كاينين شي ناس كيحكموا على الناس ولكن الواقع شيء اخر ودائما كنجاوب على بعض الناس في لي كومونتير راه الواقع شيء اخر والله يدوم محبتهم وراه ساميه كنحماق عليها احسن مرت خويا وابارتي كامل قبل ما يتزوجوا كانت صاحبتي الله يحفظك اختي الله يخليهم بعضياتهم ويخلي لهم وليد مواسم يا ربي يسهل عليهم خوتي انا كنطلبكم بغيت كلشي تبارطاجي الفيديو يوصل 100k وين وليت دايره يلاه يلاه ميتك هي 50 هي 50 لا انا 100 سي درت نتوما 100 وغادي نتافل غنوصل حتى انا معاك وصلوا 200 كبر رجوله 200000 200000 بزاف ان شاء الله ان شاء الله ليكم نتوما المليون ان شاء الله ان شاء الله يلا صافي يلا بسلامه بسلامه يلا باي.